السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتراك شات جي بي تي اصبح بألف جنيه، يعني حوالي 20 دولار. فانا في الفيديو ده هعلمك ازاي تقدر تشترك في شات جي بي تي المدفوع، وكل ده هيبقى مجاني ولمدة سنة. الطريقة شرعية 100%، مفيش فيها اي حاجة مخالفة، لكن الفكرة كلها انك تروح لدولة بتدعم شات جي بي تي بشكل مجاني، والاشتراك هيقعد معاك سنة بالظبط. طيب تعالوا كده نبدأ الشرح، لكن في الاول ما تنساش دعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا كده نبدأ الفيديو. زي ما انتم شايفين كده اشتراك شات جي بي تي اصبح في حاجه اسمها شات جي بي تي جو، زي ما انت شايف كده، مش عارف انت شايفها ولا لا. الاشتراك تحت هنا اصبح ب 240 جنيه، يعني تقدر تشترك في اشتراك اللي هو الخاص بشات جي بي تي اسمه شات جي بي تي جو، حوالي ب 240 جنيه. فانا في الفيديو ده هقول لك ازاي تقدر تعملها بطريقه مجانيه. اول حاجه بتروح عندك على التليفون بتاعك، بتنزل تطبيقين سايفون برو، وبعد كده عندك الشات جي بي تي. سايفون برو تخش عليه تخلي دولتك الهند، هخليك في الهند، يعني هتعمل لوكيشن بتاعك الهند. وبعد كده بتروح عندك على تطبيق التليفون بتاعك، بتدور على التطبيقات، ومن هنا بتنزل تحت كده بتدور على شات جي بي تي. طبعا بعد ما تيجي تدور على شات جي بي تي بتاعك انت، كل عليك بس بتروح عندك على التطبيق، بتروح على حاجة اسمها ملفات او مكان تخزين، وبتمسح مكان التخزين الخاص بشات جي بي تي بتاعك انت، تمام. وبعد كده بتروح عندك على جوجل كروم، افتح جوجل كروم وافتح شات جي بي تي من جوه جوجل مش من التطبيق، خليك في الاول من جوجل كروم. ومن هنا بتسجل دخولك عادي جدا عن طريق حسابك او البريد بتاعك القديم، مفيش مشاكل، مش شرط تعمل جديد. وبعد ما تيجي تعمل تسجيل دخول هتنتظر كده، بياخد معاك بعض الوقت. تضغط عندك على كلمة تسجيل دخول برضو، لو انت مش مسجل ممكن تسجل حساب جديد عادي جدا. وبعد كده بتنتظر شوية، طبعا ممكن تلاقي السيرفر معاك تقيل، بس معلش استحمل شوية. هنعمل برضو تسجيل عبر حساب جوجل، هتنتظر شوية لحد ما يحولك على صفحة شات جي بي تي اللي قدامك دي كده. طبعا هنا بيقولك صفحة البدء زي ما انت شايف كده، بيقولك شات جي بي تي اعمل له مثلا انا تفهم، وبعد كده بيقولك جرب مجانا اشتراك شات جي بي تي برو لمدة 12 شهر مجاني، مش هتدفع فيها ولا جنيه، خلي بالك من النقطة دي. فطبعا قالك الخطة مجانية، وكاتب لك هنا صفر علامة او الروبية او العملة الهندية. طبعا انت بتعمل الترقية، وبعد ما تيجي تضغط عليها طبعا بيفتح لك كل نماذج اللي هو جي بي تي 5 اللي هو احدث اصدار، تقدر تولد صور، تقدر تكتب مقالات من عليه، تستخرج اي مواضيع من عليه عادي جدا، كل ده بيتم بشكل مجاني. لكن بعد ما تيجي تعمل الترقية بيحولك على صفحة الدفع، حاول تضيف دفع بقى اي فيزا، اي فيزا معاك، مش بس ما تحطش الفيزا بتاعت الشغل بتاعك انت. فنصح مني ليك استخدم مثلا فيزا بتاعت فودافون كاش مثلا، او فيزا ما يكونش فيها فلوس، مش شرط يعني فيزا مشتريات، المهم يكون الفيزا تكون مثلا مفيش فيها اي فلوس خالص، ولا تحط فيها فلوس بعدين، هي اي فيزا تحطها وخلاص، علشان بيبدا يربط بس، بيعمل كونكت مع الحساب بتاعك. طبعا ده كل الشرح ازاي تقدر تشترك في الخطه المجانيه الخاصه بشات جي بي تي جو. لو احتجت اي حاجه تواصل معايا في التعليقات وانا هرد عليك ان شاء الله. طبعا احنا كنا بنشرح ازاي تقدر تحصل على اشتراك شات جي بي تي مجاني ولمده سنه، زي برضو نفس فكره جيميناي في الاشتراك بتاعها الخاص بالطلبه، برضو بتعمل نفس الطريقه، وتقريبا هو بيتيح لك سنه مجانا علشان مثلا بتقدر تستخدمه، ولما تيجي تستخدم شات جي بي تي جو تقدر تجدد الاشتراك بعد سنه عادي جدا. كده انا الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك، يا ريت ما تنساش دعمني بلايك وسبسكرايب للقناه، واشوفكم في حلقه جديده، ودمتم بخير، سلام.